كل سنه بتطلع قصه جديده، مره الاسطوره ومره قصه رامز جلال في الشعر الازرق. طب السنه دي هتطلع القصه ايه؟ طب ما تيجي نشوف القصات الجديده اللي هتظهر السنه دي في العيد. سنة مطلوب مننا قصة جديدة في سنة من السنين كان مطلوب مننا قصة محمد رمضان في مسلسل الأسطورة، في السنة اللي فاتت كان مطلوب مننا قصة رامز جلال، والسنة دي مطلوب مننا قصة سارية وسفينة في مسلسل ميكو جدعانة. احنا داخلين على كل سنة وانتم طيبين. في موجود زفاف العرسان وكل حاجة. قبل العريس المفروض يشرفنا قبلها بيومين تلاتة، قص شعر ودقن وتنضيف بشرة واستشوار وجميع أنواع الصبغة وبوديكير ومساج. العرسان عامة يعني بتبدا من رينج اللي هو مثلا حد عايز يعمل اسبونش اللي هو يرفع استشوار اسبونش قدام، تمام. فيها حاجات كلاسيك، تمام. في حاجات مثلا اللي هو قص على جنب، تمام. في اللي هو ناس بتخصل شعرها تحبش استشوار الكلام ده، تمام. في ناس بتطلب مثلا ماسكات مثلا، في ماسكات بالفحم، في ماسكات بالعشاب، في ماسكات بالحليب، الكلام ده كله. اسعار العريس بتبتدي عندنا مثلا من 2000 3000، تمام، شامله قص وشعر وشمع واستشوار وديكير مساج لو عاوز كده. عاوز لو عاوز مثلا عندك الفندق مثلا، لو عاوز روح عندك البيت كده. الاجراءات الاحترازيه اللي احنا لابسين كمامات وجوانتات وتحكم العده كده. كل حاجة عدد دي مثلا الفوطة مرة واحدة، الفوطة نشيف مرة واحدة، والكمامة والموس مرة واحدة.